منذ توليه مهامه عام 2013 وتولى مهمة تدريب ميليشيا ضمن قوات النظام، كما تولى مؤخرا تدريب ما تسمى بمجموعات الحاج والتي شاركت في الهجمات على مدينة درعا. وظهر عواضة في صورة العام الماضي وهو بجانب السفير الإيراني والسابق لدى سوريا جواد أبادي. أما عن الوضع العام في محافظة درعا فقد تم التوصل إلى هدنة مؤقتة بوساطة روسية بين أهالي درعا والنظام السوري. لحديث في هذا الموضوع ينضم إلينا من الحدود الأردنية السورية السيد أحمد المسالمة الصحفي السوري. أهلا بك معنا سيد المسالمة. قبل الحديث عن الأوضاع العامة والهدنة المؤقتة في درعا، ماذا عن حقيقة هذه الصور الذين ظهروا وتم بحسب وكالة نبأ المحلية هم اللبنانيون شاركوا النظام في قتاله ضد أبناء وأهالي درعا؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الأخبار هي صحيح 100%، ليس فقط من الجنسية اللبنانية، هناك العراقيين والأفغان والباكستانيين من الشيعة التي تم استقدامهم من قبل حزب الله اللبناني، وأيضا من فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني الذين يعملون مع هذه الميليشيات كقوات رديفة مع قوات الأسد. هناك أسماء واضحة كأسود العراق وأيضا الميليشيات زينبيون وفاطميون، بالإضافة إلى العناصر اللبنانية التي تواجد بشكل كبير جدا في الجنوب السوري وشاركوا في المعارك الأخيرة، ومنهم القادة الموجودين بين الميليشيات الأجنبية، منهم موجودين في المزارع في جنوب درعا البلد، ومنهم من يشرفون على القصف، ومنهم من يقوم بتجهيز الطيران المسير الاستطلاعي ويقوم بمراقبته في مركز ضاحية درعا وهو لبناني الجنسية يدعى ماهر. أيضا هناك تواجد لهم في عمليات التشيع والحسينيات، هناك المعمم عبد المنعم النابلسي وهو يأتي أتى بآخر لقاء له كان في درعا بذكرى عاشوراء واللطميات الشيعية في من أكثر من 20 يوم كان موجود وألقى عدة محاضرات وتنقل بين درعا والشيخ مسكين وأزرع والصنمين ومن ثم عاد إلى لبنان، رغم أنه كبير السن ولكنه كان يقول إنني أأتي لأتمم أعمالي في الجنوب السوري. هؤلاء ينظرون للجنوب السوري بأنه امتداد لهم وامتداد لهذا الهلال الشيعي البغيض، يحاولون بشتى الوسائل الوصول إلى الجنوب السوري إن كانوا عسكريا وأيضا دينيا. وهناك العامل الاقتصادي وهو العامل الذي تلعب عليه السفارة الإيرانية الآن بالمنتجات الإيرانية التي تغزو الأسواق عبر معارض مشؤومة ومشبوهة تقوم بها مع غرف التجارة السورية. وأخيرا كان هناك في درعا كان هناك معرض للمنتجات الغذائية وما إلى ذلك، وهي كلها منتجات إيرانية برعاية السفارة الإيرانية لترويج المنتجات. وأيضا فيما يسترد هذا القيادة اللبناني مهدي عواضة، وهو أيضا كانت له صورة العام الماضي مع السفير الإيراني لدى سوريا وهو السفير جواد أبادي. يعني أهمية هذا القيادي، هو بلا شك يلتقي مع سفير الإيراني، وإذن شخصية يعني لها وزنها في ضمن الميليشيات الإيرانية في سوريا. هل لديك معلومات أكثر عن هذه الشخصية في يعني دوره في ضمن صفوف الميليشيات لدى النظام السوري؟ هذا المدعو مهدي عواضة هو رجل التنظيم والذي يقوم باستخدام الميليشيات الأجنبية وإدارتها وتنظيمها مع الميليشيات الشيعية الموجودة في سوريا. هذا هو منسق الجنسيات الأجنبية والمقاتلين الأجانب المرتزقة الذي يتم استخدامهم من قبل حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني والفيلق القدس والحشد الشعبي الذي يأتي إلى الجنوب السوري أو إلى سوريا بشكل عام، والآن يتخصص في الجنوب السوري لأنهم يضعون كل ثقلهم في الجنوب السوري. هذا الرجل أحد مهامه هي تنظيم وتنسيق استقدام واستقطاب المقاتلين الأجانب وتوزيعهم على الجبهات في الجنوب السوري. طيب.